يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من الشرك بالله اتباع الهوى وطاعة الشيطان وطاعة النفس؟ نعم، هو أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فهو اتخذ هواه إلها يمتثل أوامره ويجتنب ما ينهاه عنه، فإذا اتبع الهوى في كل شيء وأعرض عن كتاب الله وسنة رسوله فلا شك في كفر هذا. أما إذا تبع الهوى في بعض الأمور أو في بعض الأشياء فهذا عاصٍ لله عز وجل، لكن لا يعتبر كافراً، لأن قل منا من يسلم، أو الله أعلم ما أحد يسلم من اتباع شيء من الهوى، لكن نستغفر الله ونتوب إليه. نعم.